الحادي عشر من العاصمة طرابلس نشرت الأخبار، نبدأها بأبرز الأنباء. أعضاء بمجلس النواب المنحل والأعلى للدولة يرحبون بلقاء عقيلة صالح والمشري في المغرب. صحيفة بلجيكية تقول إن حفتر أصبح خارج اللعبة السياسية والعسكرية في ليبيا. مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا تؤكد أن الإمارات ومصر تقوضان جهود المصالحة في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله. قال نائب المقاطع للبرلمان المنحل سليمان الفقي إن لقاء نواب مدينة مصراتة مع رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح كان خطوة في اتجاه حل الأزمة. الفقي وفي تصريح لقناة التناصح أكد أن هناك تغيرا ملحوظا في المواقف من مختلف الأطراف، مما يتيح فرصة أكبر لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الراهنة. وأضاف الفقي أن التدخلات الخارجية موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها، مؤكدا أن ما يجب على الأطراف الليبية هو التواصل فيما بينها للإسراع في اتجاه إيجاد حل ينهي المراحل الانتقالية ويصل بالبلاد إلى المرحلة الدائمة وفق قوله. قال عضو مجلس النواب المنحل صالح فحيمة إن بيان بعض النواب المتحفظ على لقاء رئيسي النواب والأعلى للدولة يمثل تيارا بعينه وليس صادرا عن أعضاء المجلس، وليس من الضرورة أن يلتزم به المجلس لأنه لا يمثل إلا القلة الصادر عنهم. فحيمة في تصريح صحفي للاثنين أشار إلى أن المجلس يرحب ويتبنى دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح لرئيس مجلس الدولة خالد المشري للقائه في طبرق، مرحبا بفتح باب الحوار مع أعضاء مجلس الدولة والوصول إلى نقاط متقدمة لحل الخلافات بينهم. من جهة أخرى أكد عضو مجلس النواب المنحل مفتاح الشاعري الثلاثاء على أن دعوة عقيلة صالح لرئيس مجلس الدولة خالد المشري لزيارة طبرق قد لاقت ترحيبا داخل مجلس النواب. وأضاف الشاعري أن عقيلة صالح تطرق خلال اجتماعه بالمشري إلى تعديل اتفاق الصخيرات وتعديل الرئاسي المقترح إلى رئيس ونائبين، بالإضافة إلى اختيار رئيس للحكومة يتولى الشؤون الخدمية وتحل مشاكل المواطنين حسب تعبيره. قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري أنهم قد أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجازات في العديد من نقاط الاختلاف بينهم وبين البرلمان المنحل. المشري في مؤتمر صحفي للاثنين بالمملكة المغربية قبل لقاء عقيلة صالح أكد أن هناك إرادة من الطرفين لإنهاء الأزمة في ليبيا وإنهاء معاناة الليبيين ووقف نزيف الدماء بين الأشقاء والسعي لبناء الدولة. من تحقيق إنجازات في عديد نقاط الاختلاف بيننا وبين مجلس النواب. المهم والواضح في هذا الأمر أن هناك إرادة من الطرفين للخروج من الأزمة الليبية. جميعا نقول كفى لمعاناة الليبيين، كفى لهذه الأزمة التي طالت كل بيت ليبي، كفى للدماء الليبية التي أريقت في الماضي، كفى للجراح، وهيا بنا لبناء الدولة. بدوره قال رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح إن مطلبهم كمجلس هو دعم الاتفاق بالتعديل المقترح من رئيس البعثة الأممية غسان سلامة. صالح في مؤتمر صحفي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الاثنين أثناء التحضير للقائه برئيس مجلس الدولة خالد المشري أوضح أن التعديل المقترح من قبلهم هو أن تكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس للحكومة. وعلق صالح على دعوة المشري للقائه في طبرق أو طرابلس بأنه يرحب بحضور رئيس مجلس الدولة إلى طبرق. الرئاسي كان يتكون من 9 أشخاص، طلبنا أن يعدل إلى 3 أشخاص فقط لأنها قليل ليبيا كما تعلمون، 3 قليل. هذا المجلس الرئاسي يتولى السلطة التنفيذية، يعني يحل محل الملك أو رئيس الجمهورية، يكلف رئيس الوزراء، يشكل حكومة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، تمنح الثقة، وبالتالي تتوحد المؤسسات في ليبيا
عندما تشكل السلطه التنفيذيه تتوحد المؤسسات في ليبيا. دعا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي دعا رؤساء الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخرات والبعثة الأممية وأعيان القبائل، دعاهم إلى احترام إرادة الشعب الليبي والاحتكام إليه إذا كانت جادة في مبادرتها. وقال الصلابي في تصريح لموقع قدس بريس إن وقلل عفوا من أهمية أي مباحثات بين قيادات الأجسام السياسية الحالية، معتبرا ذلك إمعانا في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته. ورأى الصلابي أن مجلس النواب صدر بحقه قرار حل قضائي من المحكمة الدستورية، كما أن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي تم تشكيلهما بطريقة استثنائية وبعيدا عن إرادة الليبيين. بعد عامين ونيف من توقيع اتفاق الصخرات المغربية، يعود رئيسا مجلسي النواب المنحل والأعلى للدولة إلى المغرب من جديد لبحث تعديل اتفاق الصخرات. واختتم الجانبان جدول مباحثاتهما باتفاق على عدة نقاط كانت خلافية. نستعرض في هذا التقرير أبرز تلك النقاط. تدور حلقة النزاع بين الأطراف الليبية في العواصم العربية والأوروبية واحدة تلو الأخرى، وتحط رحالها إلى المغرب من جديد. فبعد شد وجذب التقى رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برعاية الخارجية المغربية في أول خطوة من نوعها بين الهيئتين بهدف بحث تطبيق اتفاق الصخيرات الموقع أواخر عام 2015. وبحسب المصادر القادمة من المغرب، فقد بحث الجانبان تعديل المجلس الرئاسي وآلية اختياره وتشكيل حكومة جديدة وإصدار قانون الاستفتاء على الدستور من البرلمان. وتتعلق التعديلات التي أشار إليها صالح بتعيين حكومة يكون لها رئيس ونائبان للرئيس، إضافة إلى تطبيق اتفاق الصخيرات، خاصة الوظائف السيادية مثل محافظ المصرف المركزي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها. تم من مطالب بالنسبة لنا هو دعم هذا الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من السيد غسان سلامة والذي اعتمده مجلس النواب، ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق على هذا التعديل، وهي أن تكون السلطة التنفيذية في ليبيا من رئيس ونائبين. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بدوره أكد على وجوب تعديل الاتفاق وتطبيقه على الوجه الصحيح، مضيفا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على أداء الحكومة القادمة وتحسن الوضع الاقتصادي. مال الدور الكبير الذي قامت به المملكة المغربية في توافق بين الليبيين في ما سمي على اسم مدينة مغاربية، وهي مدينة الصخيرات سمي باتفاق الصخيرات. هذا الاتفاق به بعض العراقيل، أتينا إلى الرباط لحل هذه الإشكاليات. نتوجه من هذا المكان من مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي بالتحية والشكر لجلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي جميعا على هذا الاهتمام بالمسألة الليبية وهذا التدخل الإيجابي لمحاولة إيجاد توافق بين الليبيين. ويرى مراقبون أن غياب خليفة حفتر عن صدارة المشهد السياسي الليبي نتيجة أزمة صحية فتح الباب أمام طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر في البلاد. فهل سينجح كل من المشري وصالح في تحقيق التعديل الأممي المرتقب لاتفاق الصخيرات وتوحيد كافة المؤسسات السيادية بعد التعديل؟ أم أن التطورات القادمة على المشهد السياسي الليبي سيكون لها رأي آخر؟ وتعود الأطراف كما عادت من الصخيرات منذ عامين، ويظل المواطن مترقبا ما هو آت. وحظي هذا اللقاء بين رئيسي مجلس النواب المنحل عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في المملكة المغربية بردود فعل واسعة في أوساط البرلمانيين وعدد من الشخصيات العامة. غرفة الأخبار رصدت لنا هذه الردود وأعدت هذا التقرير. بعد تعثر اتفاق الصخيرات واتساع الهوة بين الأجسام المنبثقة عنه،
فضلا عن إغفال تنفيذ بعض بنوده وتجاوز الأطر الزمنية له، تجدد المملكة المغربية دعوتها للأقطاب السياسية الليبية لتقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج للأزمة. لكن الحقيقة أن المغرب وفرت كل الأجواء للليبيين لإجراء حوار شفاف وحقيقي نتج عنه فيما سبق اتفاق الصخرات. لكن كما نعلم جميعا اتفاق الصخرات في بعض البنود يحتاج إلى تعديلات. لما تم اتفاق الصخرات نحن نعتز باسم الصخرات وبأن هذا الاتفاق تم في الصخرات، ونحن بالتأكيد نعمل ضمن هذا الاتفاق. لكن هذا الاتفاق يظل من عمل البشر فضلا من قطر والصخرات، وبالتالي نحن طلبنا بعض التعديلات على هذا الاتفاق السياسي. تشابهت التصريحات الرسمية بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح عقب المؤتمر الصحفي الذي جمعهما مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسادت حالة من الترحيب بين البرلمان المنحل ومجلس الدولة بيد أن هذا اللقاء لقي ردود فعل مؤيدة ورافضة. مفتاح الشاعري وصالح فحيمة عضوا البرلمان المنحل رحبا ترحيبا واسعا بالخطوة، مشيرين إلى أن النواب الرافضين للقاء لا يمثلون إلا أنفسهم. بالمقابل دعا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي دعا ما وصفهم بأجسام اتفاق الصخيرات إلى احترام إرادة الليبيين، مذكرا أن مجلس النواب صدر بحقه قرار حل قضائي من المحكمة الدستورية، كما أن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي المقترح تم تشكيلهما بطريقة استثنائية وبعيدا عن إرادة الشعب الليبي. أكدت صحيفة الأسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية أن خليفة حفتر قد أصبح عمليا خارج اللعبة السياسية والعسكرية، ولفتت الصحيفة إلى أن معلومات مستقاة من مصادر وصفتها بالموثوقة مفادها أن لقاءات ومشاورات مكثفة تجري في الإمارات ومصر لتعيين بديل لحفتر في أقرب وقت ممكن. واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول أن مصلحة القوى الغربية الاستفادة من غياب حفتر للدفع باتجاه إعادة تشكيل سياسي في ليبيا وتفادي اشتعال الصراع، ما سيؤدي مجددا إلى تدفق موجات مهاجرين جديدة نحو أوروبا. اتهمت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا دولة الإمارات ومصر بتقويض جهود المصالحة في ليبيا وإفشال مهمة البعثة الأممية عبر تقديم رشاوى لموظفيها بهدف دعم طرف سياسي دون آخر وإثارة الفوضى في البلاد. وانتقدت المجموعة في بيان تحصلت التناصح على نسخة منه، انتقدت تسخير الإمارات لمبعوثي الأمم المتحدة لأهداف غير إنسانية، حيث دفعت رشوة للمبعوث السابق برناردينو ليون لإشعال النار بين مكونات المجتمع الليبي وفق البيان. وأضاف البيان أن المبعوث الأممي غسان سلامة اكتفى بالصمت حول المجازر التي ترتكبها الميليشيات في بنغازي وسبها والمدن الليبية الأخرى، كما أنه لم يحرك ساكنا لفك الحصار عن درنا. أعلن مجلس شورى مجاهدي درنا إسقاط طائرة بدون طيار كانت تحاول قصف قوات المجلس بمحور الظهر الحمر. وقال الناطق باسم المجلس محمد المنصوري إن الطائرة كانت تحمل قنابل تستطيع استهداف أي موقع ترصده على حد قوله. هذا ويشهد محيط مدينة درنا اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر ومحاولات اقتحام من قبل ميليشيات الكرامة للمدينة.
بدورهم أعلن عدد من مشايخ قبيلة جردس العبيد خلال اجتماع لهم الأحد على تأييدهم لما بدر من قبيلة العبيدات من أجل المصالحة مع أهالي درنة وفك الحصار على المدينة. واتفق المشايخ خلال اجتماعهم على سحب أبنائهم من محاور القتال بدرنة، مؤكدين أنهم لمسوا في بيان شورى درنة الأخير نوايا صادقة من أجل المصالحة. كما اتفق المجتمعون على عقد لقاء قريب بين قبيلة العبيد وقبيلة العبيدات من أجل التنسيق في عقد المصالحة الشاملة بين كل التركيبات والقبائل في برقا وأهالي درنة. أعلن مصدر بمركز سبعة الطبي أن إجمالي حصيلة ضحايا الاشتباكات في مدينة سبعة منذ الرابع من فبراير الماضي حتى أمس الاثنين بلغت 14 قتيلا و66 جريحا. وكان مصدر مطلع أكد تواصل الاشتباكات منذ السبت الماضي بين اللواء السادس مشاة ومجموعات مسلحة في أحياء متفرقة بسبها. وأفاد المصدر بتعرض مركز سبعة الطبي لعدد من قذائف الهاون أدت إلى إصابة المخزن الخاص بالقرطاسية وباحة السكن الطبي الخاص بالعناصر الطبية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بشرية على حد قوله. قامت غرفة عمليات الطوارئ الجوية التابعة للحكومة المقترحة بطلعات استطلاعية بغرض مراقبة ورصد تحركات المجموعات التي توصف بالإرهابية. وأكدت الصفحة الرسمية للقوات الجوية الثلاثاء أن الطلعات الجوية شملت نطاقا واسعا من الجنوب بالإضافة لمنطقة عمق الصحراء جنوب سرت ومصراتة، مشيرة إلى أهمية القيام بالمراقبة ورصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة في تلك المناطق. وكان المتحدث باسم غرفة الطوارئ بسلاح الجو العقيد محمد جنونو قد أكد في تصريح خاص للتناصح أن الطلعات الجوية تتم وفق أوامر قوة مكافحة الإرهاب وهي تسير بشكل جيد رغم قلة الإمكانيات المتمثلة في صيانة الطائرات وتهيئتها. أكد سفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أن عدد المهاجرين الذين عبروا المتوسط سنة 2018 انخفض بنسبة 70%، كما أن عدد الوفيات قل بسبب الفعالية في مراقبة الحدود الليبية. وأوضح بيروني في حوار لموقع راي نيوز الإيطالي أن عمليات العودة الطوعية وترحيل المهاجرين المستضعفين إلى بلدان ثالثة قد زادت أيضا، مضيفا أنه عندما يتولى خفر السواحل الليبي مسؤولية إجراء عملية إنقاذ فإن هذا الإجراء يجب أن يحترم كما هو منصوص عليه بلائحة السلوك لوزارة الداخلية الإيطالية. أطلق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء برنامجا تبلغ قيمته قرابة 10 ملايين يورو يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية كالولادة ونقل الدم، إضافة إلى تدريب الممرضات والقابلات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا. وحسب الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك فإن البرنامج سيركز على المناطق الريفية كمرزق والكفرة ووادي الشاطي وبنغازي. وأضافت البعثة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في 25 من الشهر الجاري بمقرها في تونس بهذا الخصوص.
لشان آخر، يستمر إعلام الثورة المضادة في التضليل وتشويه رموز الثورة كي يواري سوءاته وعوراته، ضاربا عرض الحائط بكل القيم والمثل والمهنية الصحفية. المزيد في تقرير الزميل عدنان العطار. لا شك أن الإعلام سلاح خطير وأكثر فتكا ودمارا من الأسلحة التقليدية، فمداه أبعد من أي صواريخ وإصاباته غير محدودة بمكان أو زمان، ويستوجب منا الحذر في التعامل معه. فطيلة 4 عقود عجاف شاهدنا عبر إعلام القذافي وأبواقه المأجورة كيف يصور لنا ليبيا وكأنها جنة الله في الأرض، بينما الحقيقة هي افتقارها لأبسط البنى التحتية وأبسط حقوق المواطنة. وبعد الثورة المباركة وطي صفحة القمع وتكميم الأفواه، ظننا بأن الحياة ستعود للإعلام الليبي، ولكن واقع الحال كان مغايرا للتطلعات والأمان المعلقة على التغيير للأفضل، وتم إعادة تدوير عقليات مارست التزييف طيلة 4 عقود. دولة الإمارات المتحدة بدورها أسهمت بالدعم والضخ للعديد من القنوات الفضائية الليبية المعادية لثورة وللربيع العربي، إلا أن هذا الدعم لم يكلف خزانة الإمارات درهما واحدا، بل كان الدعم بالكامل مدفوعا من الأموال الليبية المجمدة في إطار الحملة الممنهجة لإنجاح الثورة المضادة وتشويه رموز الثورة، وفق ما أكده عضو مجلس الدولة محمد معزب للتناصح. دراسة إعلامية نقلها موقع العربي 21 عن دعم إماراتي بأموال ليبية تجاوز ما قيمته 74 مليون دولار، توزعت على 7 منابر إعلامية ليبية، هي بوابة الوسط وراديو الوسط وبوابة أفريقيا الأخبارية وقناة ليبيا الحدث وقناة 218 وقناة ليبيا 24 وقناة ليبيا روحها الوطن. ملايين تصرف أموال تنهب في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية صعبة، بلد تترقب تنمية وإنعاشا اقتصاديا تسهم فيه الحكومات والمؤسسات، ودول جوار تسهم في استقراره، بيد أن دولا بعينها لم يهنأ لها بال وانخرطت في الشارد والوارد في ليبيا وأصبحت وصية على أموال الليبيين وأين تسرى. قنوات أبت إلا أن تنفت سمومها وتضلل الرأي العام بأفكارها الهدامة دون أي مراعاة للمهنية والمصداقية في تناول الأخبار، وليس أدل على ذلك من تلفيقها للأخبار الكاذبة مؤخرا لتشغل الرأي العام بموضوع ينسيها غياب مجرم الحرب حفتر المفاجئ، والذي ما يزال المواطن ينتظر قدومه عبر طيرانها بحسب العواجل التي تنشر من خلالها. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. في العاصمة طرابلس انعقاد مؤتمر ليبيا الدولي الأول للمياه. الجيش النظامي جيش منظم تحصل أفراده على تدريب عسكري في الكليات العسكرية والحربية، جيش له قوانين عسكرية وعقيدة حربية، لديه تراتبية عسكرية في أخذ الرتب وطاعة الأوامر، يكون ولاؤه لله ثم للوطن. إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا. يحمي شعبه من أي عدوان عليه، يحافظ على السيادة الوطنية لدولته،
الجيش يكون تحت السلطة المدنية ويأتمر بأوامرها. الرتب العسكرية تمنح بالتقادم وبتراتبية نظامية. لا تمنح رتبة عسكرية لشخص يحمل جنسية غير جنسية الجيش التابع له. أهلا بكم من جديد. أطلع المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على نتائج جهوده لعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه كمرحلة من مراحل مبادرته لحل الأزمة الليبية. المكتب الإعلامي للحكومة المقترحة على صفحته الرسمية الاثنين أوضح أن السراج خلال زيارة قام بها لمقر البعثة في طرابلس اجتمع مع رئيس البعثة غسان سلامة ورؤساء الأقسام، وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في البلاد حسب الصفحة. عرض أعضاء لجنة توحيد المؤسسة العسكرية على رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ما توصلت إليه الاجتماعات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. المكتب الإعلامي للحكومة المقترحة الثلاثاء أوضح أن اللجنة تطرقت إلى الاستحقاقات القادمة بالإضافة إلى مناقشة بقية القضايا التي تتعلق ببناء المؤسسة العسكرية. عقد المجلس البلدي مصرات الاثنين اجتماعا مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، وذلك لبحث آليات حل الأزمة في ليبيا. وتم خلال الاجتماع بحث الدعم البريطاني إلى ليبيا في مكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة والقضاء عليه وإيجاد حل للأزمات الأمنية والإنسانية وسبل مواجهة التحديات التي تعيق خروج ليبيا من أزمتها الراهنة. طالب وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل مراقبي التعليم بالبلديات طلبهم بالإفراج الفوري عن مرتبات كل العاملين النازحين والمهجرين من أماكن عملهم. عبد الجليل في خطاب له نشر على الصفحة الرسمية للوزارة الاثنين شدد على عدم إيقاف مرتب لأي مهجر إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة تنظيما لسير العمل ومراعاة لظروف العاملين بقطاع التعليم وفق قوله. عقد بفندق كورنثيا بطرابلس الثلاثاء مؤتمر ليبيا الدولي الأول للمياه تحت شعار استدامة وتشريعات وتقنيات اقتصاديات، وذلك من أجل وضع حلول لأزمة نقص المياه في ليبيا. وأشرف على تنظيم هذا المؤتمر منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين بمشاركة عدد من الشركات الوطنية المتخصصة. أقامت منظمة الأكاديميين والخبراء الليبيين الثلاثاء بفندق كورنثيا بطرابلس مؤتمر ليبيا الدولي الأول للمياه تحت شعار استدامة تشريعات تقنيات اقتصاديات. وشارك في فعاليات المؤتمر الهيئة العامة للموارد المائية وعدد من الخبراء والباحثين، بالإضافة إلى الشركات الوطنية المتخصصة في إنتاج المياه والمواد الغذائية.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة تواصل بين الباحثين وشركات إنتاج الماء والغذاء في سبيل إسهام نوعي في توفير مياه نقية ذات جودة مناسبة وبكميات كافية لجميع الاستخدامات، وذلك من خلال مناقشة حلول علمية وعملية فاعلة وتطوير تقنيات مناسبة في ليبيا. واستعرض المؤتمر خلال مناقشات علمية أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي، والتي تعتبر عصب الحياة، حيث أصبحت المياه في هذا الوقت ثروة محدودة الكمية، وسكان العالم في تزايد والموارد الطبيعية في تناقص مستمر. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت أضحى فيه موضوع نقص الموارد المائية المتاحة للاستخدام وانحسار المتوفر منها بسبب ندرة الأمطار الهاجس الأكبر بدول العالم عامة والدول العربية خاصة. وهنا يأتي دور العلماء والخبراء والباحثين في هذا المجال للإسهام في إيجاد حلول علمية تتناسب مع ما تحتاجه الدولة من موارد مائية والإسهام في الحد من العجز المائي. وفي ختام المؤتمر تمت صياغة توصيات تقدم للجهات التنفيذية لتعمل عبر إتاحة الفرصة للخبراء كي يتبادلوا الرأي فيما بينهم ويشاطروا داعمي الأمن الغذائي في البلاد بأفكارهم ورؤاهم للحد من التدهور الراهن للمياه والتأسيس لمعالجة استراتيجية لقضايا ندرة الماء وتدني جودته على المدى الطويل. بحث وفد من وزارة الصحة بالحكومة المقترحة مع مديري مستشفى صبراتة التعليمي والمعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة، بحثوا آلية معالجة المشاكل التي تواجه عملهما وتحول دون تقديم الخدمات للمواطنين. وأطلع الوفد خلال زيارة قام بها الاثنين لبلدية صبراتة، طلع على أوضاع مستشفيات المدينة والصعوبات التي تواجه العمل بالمستشفى التعليمي والمعهد القومي لعلاج الأورام. أقيم بكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس أقيمت ندوة حول التطوير الديني في ليبيا. الزميل عباس محمد يرصد لنا المزيد في هذا التقرير. تحت إشراف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمقر كلية الدعوة الإسلامية، افتتح هذه الندوة معالي السيد رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم الدكتور عبد المنعم أبو ليحة، ثم تلاه بكلمة أخرى السيد العميد الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهرامة، ثم الدكتور طاهر الحبيب رئيس مركز العلوم التربوية بأمانة وزارة التعليم. طبعا ألقيت محاضرة يوم أمس بعنوان الرؤية المستقبلية للتعليم الدولي بالدولة الليبية، حيث ركزت على مجموعة من الأهداف والمشاريع الطيبة التي يمكن من خلالها يمكن تحسين التعليم الديني بالدولة الليبية. واليوم ألقى فضيلة الأستاذ دكتور عمارة حنين بيت العافية محاضرة حول معالم تاريخ التعليم الديني بالدولة الليبية منذ العهد العثماني وأيام الاستعمار الإنجليزي ثم في التاريخ المعاصر. حوت الندوة عددا من المحاضرات العلمية لبعض المشايخ على مدى يومين، تناولت التاريخ القديم والمعاصر في ليبيا بحضور عدد من الأساتذة والمعلمين وأعضاء في مكتب هيئة الثقافة في طرابلس وباقي المدن الليبية ولفيف من المهتمين بهذا المجال. جامع ورابع جامع ما عندهاش، للأمانة أن التعليم العام راه في بعض الأشياء وجدت فيه في التعليم الديني وفي السياسة الدينية. زمان كان اللي في السبعينات كتاب التربية الإسلامية في الثانويات قد يضاهي التعليم الديني أو كتب التعليم الديني في المعاهد الدينية. لما تجلس مع اللي منطوق شرع تلقى أنه ياخذ في الوضوء، ياخذ في الطهارة، ياخذ في الأخلاق، عنده حتى نصوص قرآنية أو أجزاء من الصور تلاوة وأجزاء حفظ، توا لا يوجد شيئا. أروا حتى التعليم العام من ناحية التعليم يعني المادة الإسلامية يجب أن تراعى وينظر إليها بعين الاعتبار. بين الماضي والحاضر يسعى القائمون على هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات تساهم في تطوير التعليم الديني في البلاد بعد سنوات من اتخاذ وسائل يرى عديدون أنها عفى عليها الزمن وتستحق وقفة حقيقية من أجل الرقي بالعلم الديني في ليبيا.
إلى ترهونة، حيث نظمت اللجنة المتخصصة في مكافحة مرض الليشمانيا الجلدية بمدينة ترهونة بالتعاون مع مكتب النشاط بمراقبة التعليم ترهونة محاضرة توعوية للتعريف بمرض الليشمانيا الجلدية. المحاضرة وبحسب القائمين عليها استهدفت عددا من المشرفين الصحيين والمعلمين والمعلمات بمدارس منطقة الداوون بمدينة ترهونة، وتم خلالها تسليط الضوء على هذا المرض وطرق الوقاية منه. وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي قدمتها لجنة مكافحة مرض الليشمانيا الجلدية في المناطق الريفية بمدينة ترهونة. نتابع معكم الآن فقرة أخبار الرياضة. توج الفارس الليبي عبد الوهاب بمليطان الأحد بكأس المباراة الأولى لبطولة سكر الدولية لفروسية قفز الحواجز التي أقيمت في تونس بمشاركة العديد من الفرسان البارزين من دول تونس وليبيا والجزائر ومصر وفرنسا وجمهورية تشيك. الفارس عبد الفتاح مليطان حقق كأس الترتيب الثاني بالمباراة النهائية، كما حل الفارس محمد الفيتوري خامسا بالمباراة الكبرى. وجاءت مشاركة بقية الفرسان إيجابية ومشرفة من خلال تواجدهم بقائمة العشرة الأوائل بمختلف مباريات البطولة. حسم الأهلي طرابلس ديربي كرة السلة أمام غريمه الاتحاد بطريقة مثيرة، حيث كانت نتيجة المباراة ذاهبة للاتحاد قبل أن يظهر نجم اللقاء بدون منازع محمد السعدي ليعدل الكفة قبل لحظات من نهاية المباراة. وامتدت المباراة لخمس دقائق إضافية، كان نجمها لاعب الأهلي طرابلس السعدي الذي عرف كيف يوسع الفارق بين فريقه والاتحاد ليوصله إلى 10 نقاط ليصعب المهمة على أبناء باب بن غشير. وانتهى اللقاء بنتيجة 67 مقابل 77 لصالح الأهلي طرابلس الذي سيواجه مساء الثلاثاء نظيره الأهلي بنغازي في ثاني مباريات المرحلة الثانية والأخيرة لدوري كرة السلة. ينتظر فريق الأهلي طرابلس قرعة البطولة العربية لأندية كرة القدم المقرر إجراؤها ثلاثاء في مدينة جدة، وستتنافس الفرق الـ32 المشاركة على الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ6 ملايين دولار. ووقع 30 فريقا على اتفاقية المشاركة في البطولة بنسختها الجديدة، ويتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة ما بين 1 مايو إلى 10 من نفس الشهر. وستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، وتعد جائزتها هي الأضخم في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو إفريقيا. تفتح منافسات ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق روما الإيطالي على ملعب أنفيلد. وتعول جماهير ليفربول كثيرا على نجمها المصري المتألق محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا عام 2018 في تخطي عقبة روما، خاصة أنه كان لاعبا سابقا في صفوف الذئاب ويعرف كيف يهز شباك. ويتطلع ليفربول للتأهل للمباراة النهائية للمسابقة الأغلى في أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما، ورفع الكأس الذي غاب عن خزائنه بعد غياب 13 عاما، فيما يعود روما للظهور في الدور النصف النهائي لأول مرة منذ 27 عاما، حين أقصى دينتي يونايتد الاسكتلندي قبل أن يفقد اللقاء النهائي أمام ليفربول بركلات الترجيح. ويستضيف بايرن ميونخ الألماني منافسه ريال مدريد الإسباني الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب أليانز أرينا، وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتقابل فيها الفريقان بعد مواجهة الموسم الماضي في ربع النهائي، حيث فاز ريال مدريد ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-1 ثم خسر على ملعبه بذات النتيجة. يتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية والتي سجل فيها الفريق الملكي 3 أهداف ليصعد إلى نصف النهائي.
نختم هذه النشرة بتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أعضاء بمجلس النواب والأعلى للدولة يرحبون بلقاء عقيلة صالح والمشري في المغرب. صحيفة بلجيكية تقول إن حفتر أصبح خارج اللعبة في ليبيا. ومجموعة العمل الدولية تؤكد أن الإمارات ومصر تقوضان جهود المصالحة في ليبيا. وتابعتم أيضا في العاصمة طرابلس انعقاد المؤتمر ليبيا الدولي الأول للمياه. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.